انا الحمد لله ما معي مصرات ولا معي حد يدينني. قمت من وين دينت ال 200 دولار دين؟ من وين بدي اجيب ابو اخوان؟ والمبلغ انا مثل ما قلت لك ذكرت لك مدينه دين يعني دمرني صراحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. في عندك انا بعرف اشخاص نحن 10,000 دولار وناس 5 وناس 3 وناس 2000. قال ما مالك مصرات عنا؟ انا اقول لك شلون؟ قال كل بلادنا راح علينا. فوق ل 20 شاب يعني خسارته هودي ل 20 شاب شيء 30 40 الف دولار. تستغل حاجة السكان في شمال سوري ورغبتهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية لتسرق أموالهم بطرق احتيالية ممنهجة. تعتمد المنصات الوهمية على أساليب تسويقية خادعة لجذب الضحايا في شمال سوري. تبدأ بنشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات الإنترنت تعد بأرباح مذهلة خلال الاستثمارات الصغيرة. تستخدم صور وشهادات زائفة لأشخاص يدعون أنهم حققوا أرباحاً طائلة بفضل هذه المنصات. بمجرد أن يثق الضحية ويستثمر أمواله تبدأ المرحلة الثانية من الخداع، حيث يطلب منه دفع رسوم إضافية أو استثمارات أكبر بحجة زيادة الأرباح. في عندك انا بعرف اشخاص نحن 10,000 دولار وناس 5 وناس 3 وناس 2000، وبالمقابل في ناس استفادت انه هن رغبون انه مثلا اول مرحله رغبون رغب بعض الشباب لحتى يساهموا اكبر عدد. يعني وقت اللي صار عدد انه مثلا مبالغ هائله فوقفوا البرنامج، عباره عن عمليه نصب احتيال مو اكثر. واتمنى انه الجهه المعنيه، نرجع نكرر انه الجهه المعنيه تلاحق على الوضع هذا، لان الوضع يعني بهالامر سيء كثير. يعني طريقة تسوق له انه بفوتوك انه والله بطريقة مثلا فينك تأمن مبلغ مثلا 2300 او 1800 دولار او 3000، انا له انت ما منأمن 2300 عن طريق شاب صاحبك منشان اشو ما تقضي لا تشتكي ولا تعمل شيء معه، كونوا ثقة بيناتكم. قال يعني منشان ما تشتكي، قلنا له انت ما منأمن والله أمنا 2300 دولار ولا برنامج تسوقي هو. قال بيعطوك ساعة وفلتر مي ومن الحكي. اخذنا الساعة والفلتر مي وعملوا لي قال هاي خزنين مدري شو على النت. قال تنزل عليك عمولي مثلا كل شهر شهرين بتنزل لك 900 دولار 1000 دولار 500 دولار نعم تمام. والله تابعنا فيها فترة شهر شهرين، فجأة نهار وليلة قال ما نزل، أنا هون ما ربحت. قالوا شركة نصب واحتيال من هالحكي هي كيونير. أنا لهم تمام رجعنا لعند نزلنا، أنا لهم من شان المصرات بدنا المصرات يعني. قال المصرات راحوا عليك وعلى كل العالم. قلت له أنا مو ذنبي، لأن نزل كثير عالم يعني راح المبالغ كبيرة كمان بكيونير. قال ما مالك مصرات عنا؟ أنا أقول لك شلون؟ قال كل بلادنا راح علينا. أنا من إنه نحصل مصراتنا أو ما في مصرات. أنا لك مثل هذا الدين 200 دولار استعش بكرة يعني فوح المشكلة مشكلة إنه منين بدي يجيب الثاني 200 دولار؟ إيه بتمنى لهالجهات المعنية يعني تهتم بهالموضوع، لأن هاي مو أول مرة يعني. يعني نعرف إنه صارت كذا مرة بهالبلد وبهالمنطقة عنا هوني إنه كل فترة بينمحل برنامج يومين ثلاثة 10 بصح شهر بترجع العالم بتلم بعضها من أول وجديد. يعني والشباب من الوضع ومن الحلة يعني عم ترجع نفس الشيء، بتوقع بنفس المشكلة انه عم تحط اموالها وعم تشتغل بمكان لو معروف عنه شيء ولا حد مراقبه ولا حد متابعه. يعني مثل هاي الشركات هي المستفيدة يعني اللي عم تلم مبالغ طائلة جدا. يعني انا بعرف شباب كثير، انا يعني بعرف فوق ال 20 شاب يعني خسارتهم هودي ال 20 شاب شيء 30 40 الف دولار، ومعظمهم متدينين هندين بس كرمال يحسنوا وضع المعيشة. دخلت والله عن طريق شباب كتير حكيت بالنسبة لهذا الموضوع أنه في أرباح وفي عالم طلعت أرباح، يعني لأن الشركة اللي فت فيها أنا كان لها تقريبا شيء سنة ونص فعالي. طبعا اللي مشتغل فيها من الأول استفاد أكيد، يعني نحن اللي حطينا بالأخير راحت علينا الحمد لله رب العالمين. والمبلغ أنا مثل ما قلت لك ذكرت لك مدين ودين يعني دمرني صراحة. يعني 700 دولار هو مبلغ بسيط ولكن بالنسبة إلي مبلغ كبير، وإن شاء الله الله يعوضنا يا رب. أجا رفيقي قال لي في شركة أنا عم بشتغل فيها بحب تحط مصاري فيها وبكل شهر بتطلع لك فيها. أنا حطيت دينت 200 دولار حطيت فيها، أول يوم تاني يوم طلعت وهمي الشركة قامت راحت المصاري، وأنا بدي أحسن معيشتي. قمت من وين دينت ال 200 دولار دين؟ من وين بدي اجيب ابو اخوان؟ انا بدي احسن المعاش،
أنا كل يوم عم باخذ 200 بالأسبوع 100 ورقة 200 ورقة هاي هي. لك هو برنامج والله العظيم أنا بقناعتي نصب، يعني هو ولا اللي كان مثله ولا كان غيره، لأنه مريت كتير حالات قبل هالمرة يعني وصار فيها نصب، العالم راحت صارت تدين مصرات، أنا يعني قدامي شفت أكثر من حالي، العالم خلقها فرطة ما معه ولا ورقة، رجعوا راحوا صاروا يتدينوا ويحطوا فيه وانتصب عليهم، وإسا إذا بيطلع برنامج الثاني ترى العالم بدها ترجع ينتصب علي وبدها ترجع تحطه وتتدين. أنا الحمد لله ما معي مصرات ولا مع أحد يديني. عشان هيك ما بحط له بخسر. تتعدد إذن القصص المؤلمة لأشخاص فقدوا مدخراتهم بسبب هذه المنصات، بل وتراكمت عليهم الديون. أول شيء يعني نزل العروض بتحط 62 دولار تاخذ 160، نزلوا خالد قال انزل فيه، اجيت أنا هون معك كيف أخذ كتب خاتم بعد لي اطمعت. اليوم وقف السحب، وقف البرنامج خالص، قدم طلب سحب راح. الفكرة في بداية المواقع بلشت انه العالم اللي عندنا هون في المحرة بسبب ضيق المعيشة فصارت تبحث عن شغلات تشتغل فيها عن طريق الانترنت. ليش؟ لانه الانترنت حاليا هو اكثر سلعة موفرة في المحرة، وكل انسان عنده جوال، فصار يبحث في قلب هالجوال هذا انه انا شلون بدي طالع مصاري من هالجوال. شركات كبيرة في دول برا حست في هالثغرة هيدي، شركات معروفة ممكن يكون أو شركات وهمية حست فيها الثغرة هيدي وصارت تلعب على الوتر هذا، بحيث تقول له للإنسان أنه أنت جاهز تأمن معيشتك كاملة عن طريق الجوال بشغل ربع ساعة أو بشغل 10 دقائق أو بشغل يوم كامل. ممكن في أحياناً الواحد بطريقة على الجوال 24 ساعة مشان يحصل 5 دولارات أو 10 دولارات أو هيك. ولكن الفكرة أنه كل هالمواقع هيدي راح تكون نهايتها نصب لأسباب كثيرة. أول سبب من هالأسباب أنه تعال على أرض الواقع في أي دولة كانت أنت، إذا حتى طالع رسمالك بمشروع معين القيمة المقدرة 1.5 سنة، فأنت وقت عم تفوت في موقع أول شغلة تفوت في موقع وتشتغل في شغلة وتطالع رسمالك خلال 10 أيام، فهذا يعني أول دليل على الكذبة اللي موجودة بهذا الموقع. مواقع كتير فتحت مثل ترون لوف، مثل AGI GBT QT4، مثل جوسيا القبلة، ومثل هلق نزل برنامج جديد، كلياته نهايته النصب. أدلة نصب هيك مواقع كتيرة جدا جدا جدا. أول دليل من هالمواقع هيدي أنه أنت أي موقع وقت بدك تتواصل معه وأي شركة بدك تتواصل معه لتشتغل معه مباشر بتواصلوا معك عن طريق التليجرام. طيب إيش السبب اختيار برنامج التليجرام؟ اختيار برنامج التليجرام لأنه أول شيء بإمكانهم يحضروه، ثاني شيء بإمكانهم يستعملوا أرقام وهمية ويعيدوا التواصل مع العالم مرة ومرتين وثلاثة. أي شركة ما بتعطيك رقم واتس أب لتتواصل معها فهي شركة كذابة باحتمال 99%. هي رقم واحد. رقم اثنين، عم يستعملوا صور شخصيات وأسماء أشخاص مشهورين في عالم الأعمال. يعني أول شغلة بيقول لك هي إيلون ماسك اشترى هالعملة مثلاً، أو بيقول لك ليك بيحط لك في قلب الموقع صورة إيلون ماسك، العالم ياخذ فكرة عن إيلون ماسك إنه هو رجل الأعمال الأكبر وإنه عنده مصاري وإنه عنده هيك، فمباشر واحد بتخيل إنه بده يصير مثله، فمجرد ما شاف صورة إيلون ماسك خلاص معناته الشغلة كويسة بيشترك فيها. لكن ما هو رأي الشرع في التعامل مع هذه المنصات الوهمية؟ هذا المال الذي يدفعه العميل في أول ما يتعامل مع هذه الشركة الإلكترونية، هذا المال ليس هنالك شيء يقابله، يعني يدفع لماذا يدفع لا يدري، فقط ليدخل في هذا البرنامج. وفي الإسلام المال يدفع إما لعمل أو لسلعة، وهنا لا يوجد سلعة ولا يوجد عمل، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل حقيقة. قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا بينكم أموالكم بالباطل. كذلك الإعلانات التي يعرضها، هذه الإعلانات قد تكون فيها صور محرمة، قد يكون فيها مواصفات كاذبة، كثير من المخالفات الشرعية، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. كذلك إيهام أن هذه السلعة مطلوبة وأن الكثيرين ممن يشاهدونها ويطلبونها، هذا يدخل في باب النجش الذي هو ترويج للسلعة دون الرغبة في شرائها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وهو من المحرمات.
كذلك الجهة المجهولة التي نتعامل معها، تدفع لها مالا وأنت لا تعلم ما هي هذه الجهة. في لحظة من اللحظات بعد أن تجمع الأموال تقوم بالانقلاب على هؤلاء العملاء وتختفي من الوجود، كما حدث في الحقيقة في كثير من هذه الشركات. ولذلك يعني لا ينبغي للمسلم أن يجري خلف هذه الأوهام، أوهام الربح السريع، أوهام الغنى السريع، بل ينبغي أن يعمل بجد ليطلب اللقمة الحلال ولو بدل فيها جهدا، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له فيه. وأما من ابتلي بهذا فعليه أن يدعها. إن فقدان الأموال لا يقتصر فقط على الخسارة المالية المباشرة للأفراد، بل يمتد تأثيره ليشمل العائلات والمجتمعات بأكملها، ما يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة أصلاً، وزيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية، ويقلل من ثقة الناس في أي فرص اقتصادية حقيقية مستقبلية. هذه المنصات الوهمية تزرع الخوف والشك، ما يعرقل أي محاولات للنهوض الاقتصادي المحلي. إذن كيف للمجتمع المنهك اقتصاديا والذي تغلب عليه البطالة أن يواجه تلك الهجمات الشرسة من قبل المحتالين؟ يعني جانب مهم جدا على الناس الواعيين، الناس خريجي كلية اقتصاد، كل من لديه معرفة بآلية عمل هذه الشبكات يجب عليه أن لا أبالغ إذا قلت أنه واجب على طلابنا في الجامعات وأخواتنا أن ينصحوا بعدم الانخراط والوقوع في يعني هذه الشبكات التي لا تبقي لهم من مدخرات ولا أول شيء التوعية. ثانيا يجب الرقابة والتنظيم، يجب أن تكون هناك جهات رقابة على هذه المنصات و تنظمها. حقيقة التسويق الهرمي قد يكون يعني إلى حد ما أفضل من التسويق الشبكي، لكن يجب أن يكون هناك رقابة على يعني بشكل كبير. التسويق الشبكي مخاطره يعني كبيرة كارثية جدا، ومن الأفضل لا ينتشر التسويق الشبكي في المجتمع، لأنه انتشر في منذ عام 2017 في فئات اللاجئين السوريين في الدول المجاورة، ويعني رأينا تأثيره بشكل كارثي. مع ذلك كنا نحن مثلا في لقاء اقتصادي نحذر من هذا التسويق ونوع التسويق، لكن يبقى يعني دورنا حقيقة غير الذي نبتغيه في الوصول إلى كافة أفراد المجتمع وتوعيته. أيضا يجب أن يكون هناك دعم نفسي واجتماعي للذين وقعوا فريسة لهذا، يجب أن تكون منظمات التي تتولى الدعم النفسي والاجتماعي أن يعني تدعم الناس وتخرج الناس الذين وقعوا في هذه الشبكات وخسروا أموالهم، وتعطيهم يعني أنه يخرجون من دائرة القلق والإحباط وهذه الدوائر النفسية القاتلة. أيضا يجب التعاون مع المؤسسات المالية والمؤسسات المالية، أيضا يعني أقصد يجب أن يكون هناك مؤسسات مالية حتى يعني هذه المؤسسات المالية هي التي يتم وضع فيها مدخرات، بشكل أقصد هنا البنوك الإسلامية مثلا. هل ممكن يكون هناك يعني تفكير في آليات عمل مؤسسات مالية تراعي قيم المجتمع الإسلامي؟ خلاصة القول، إن ظاهرة المنصات الوهمية في الشمال السوري تعد تحديا يتطلب توافر الجهود لمواجهته من خلال التوعية والتعاون المجتمعي. يمكننا بذلك حماية أموال السوريين وتحقيق بيئة اقتصادية أكثر أماناً واستقراراً للجميع.